تروح اكتر نتعرف بقى على البعثه الاولمبيه وعلى الانجاز اللي حصل من خلال ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ حسام زايد. تحياتي ليك يا استاذ حسام. تحياتي لحضرتك كابتن اسامه ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي. ما شاء الله البعثه الاولمبيه في طوكيو نحقق ميداليتين برونزيتين عن طريق هدايا ملاك وسيف عيسى، شايف الانجاز ده ازاي؟ انا شايفه ان انجاز مهم في توقيت مهم كابتن اسامه، في الوقت اللي كانت الناس كلها وعدد كبير جدا من الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا الناس كلها بتتكلم امتى هنحقق ميداليه، هو امتى البعثه المصريه هتجيب ميداليه، فكان مهم انه الميداليتين بتوع هدايا ملاك وسيف عيسى يرفعوا الضغط عن باقي البعثه. يعني انا دلوقتي بقول لك انه الباقي هيلعب باريحيه، هيلعب باعصاب هاديه، مفيش الضغط اللي الناس كلها كانت تتكلم عنه في اول يومين او اول ثلاث ايام. فده طبعا كان شيء مهم، انجاز لمصر كمان على مستوى عدد الميداليات، ان انت تبدا تعد وتدخل في جدول الترتيب اليومي للميداليات من بدايه من امبارح، فده شيء مهم جدا. والبعثه المصريه انا عارف ان هو التارجت بتاعهم او الحد اللي موضوع انه احنا نعدي حاجز الخمس ميداليات، وده هو اكبر رقم حققته مصر في دوره واحده، واتعمل ثلاث مرات في برلين 36 ولندن 48 وفي اثينا 2004. فعندنا امل كبير انه ابطالنا ان شاء الله يعدوا حاجز الخمس ميداليات في دوره واحده، وده هيكون انجاز كبير جدا. كمان على المستوى الرقم الفردي هدايا ملاك بتكرر انجاز عملته عبير عبد الرحمن قبل كده، انه بتحافظ على او بتحقق انجاز في دورتين متتاليتين بعد برونزيه ريو دي جانيرو في 2016، بتحقق كمان برونزيه في طوكيو 2020، فده انجاز كبير جدا يعني بنهني عليه هدايا ملاك. وكمان سيف عيسى اللي لسه قدامه فرصه ثانيه ان شاء الله نشوفه في باريس 2024 ان شاء الله. عمر عصر النهارده ما شاء الله يعني تنس الطاوله بيصعد لدور الثمانيه، لكن هتكون مواجهه قويه في دور الثمانيه امام اللاعب الصيني، شايف المواجهه ازاي يا استاذ عمر؟ صحيح طبعا، يعني عمر عصر يعني برضه لازم ندي اللعيبه حقها كابتن اسامه، لانه يعني انا مش عايز نغمه ان الناس بس بتتكلم في انه اللي يعمل ميداليه بس هو ده اللي يبقى بطل، لا اطلاقا، احنا بنعمل ارقام وبنتقدم. يعني عمر عصر لاول مره في تاريخ تنس الطاوله المصري لاعب يوصل لدور الثمانيه، وعلى حساب يعني اللاعب الكبير بتاع الصين تايبيا او يعني تايوان اللي هو يوان شوانج في دور ال 16 بعد ما كسب بنتيجه 4-3، وهيلعب مباراه قويه جدا 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 مع بطل الصين مالونج في دور الثمانيه، وده طبعا يعني مالونج ده هو يعني اللي مسيطر على الاولمبياد وعلى بطولات العالم، فعايزين بس ندي دايما الثقه للاعبينا انه لا احنا بنقدم مستوى كويس ونقدر ان شاء الله، خاصه اللاعبين صغار السن لانه بيدخل بيعمل احتكاك، وان شاء الله لسه في يعني امل كبير ان اللعيبه دي تعمل حاجه في باريس 2024. مش بندي اعذار لكن بنتكلم بواقعيه شويه. عمر عصر عمل انجاز، عمل انجاز، وصل لدور اول مره حد في مصر يوصله في الاولمبياد، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله بكره. انا عارف ان عمر اكيد او اي لاعب هيلعب مباراه هيبقى كل تفكيره وكل طموحه ان هو يكسب علشان يعدي الدور الثاني ويبدا يعمل انجاز ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ حسام انا عارف ان حضرتك متابع جيد لمنتخب اليد، يعني احنا فزنا في المباراه الاولى امام البرتغال وهزيمه في المباراه الثانيه امام بطل العالم الدنمارك، شايف منتخب اليد ممكن يوصل لايه في هذه الاولمبياد؟ والله كابتن اسامه يمكن انا كتبت حاجه مهمه جدا قبل مباراه الدنمارك، وانا يعني ده اللي انا مؤمن بيه واللي معتقده في الموضوع ده، انه مباراه الدنمارك في اولمبياد طوكيو كانت تختلف تماما عن مباراتنا معاهم في بطوله العالم اللي كانت في مصر، لسبب انه مباراتنا معاهم في بطوله العالم في مصر كانت مباراه اقصائيه، يعني كانت في دور الثمانيه فخروج المغلوب فلازم يعني تطلع اقصى ما عندك، لكن مباراتنا معاهم امبارح في دور المجموعات انت لسه دي تاني مباراه في الاولمبياد في دور مجموعه، ولسه عندك ثلاث مباريات تاني، فما ينفعش تنزل بكل قوتك وبكل طاقتك فتستنزف نفسك بدري بدري وانت لسه عندك المباراه المهمه هتكون في دور الثمانيه مش في دور المجموعات. في حين ان الاربع فرق اللي احنا المفروض هنلاعب واحده منهم في دور الثمانيه الاربعه زي بعض، فمش فارق معاك انت الترتيب بتاعك في المجموعه دلوقتي، يعني الناحيه الثانيه علشان الناس تكون عارفه، مصر سواء طلعت الاول او الثاني او الثالث او الرابع هنلاعب واحد من الاربعه، مين؟ عندك النرويج، فرنسا، اسبانيا، المانيا، اذا مش من المنطق ان انا استهلك كل قوتي واستنزف كل قوتي وممكن حد يصاب، ممكن حد يجي له مزق، يجي له اي اصابه عضليه لا قدر الله، واختاره في المباراه المهمه في دور الثمانيه. انا وجهه نظري انه منتخب مصر عمل مباراه
جيدة مع منتخب الدنمارك، كان بيجاريهم لآخر لحظة، خد اللي هو عايزه من المباراة، وكنت شايف إن المدير الفني شوية مريح بعض العناصر المهمة، مش نازل بكل قوته زي ما قلنا. فدي سياسة دايما بيعملها المدير الفني في كرة اليد، إنه بيبص على اللي جاي، بيبص تحت رجله بس. أنا شايف إن منتخب اليد ماشي بخطوات جيدة، عندنا ثقة كبيرة جدا فيهم إن شاء الله إن هم إن شاء الله يحققوا أول ميدالية في تاريخ مصر في أولمبياد طوكيو بإذن الله. ما شاء الله منظومة اليد كمان منظومة محترمة وفيها نظام. الميداليات المتوقعة من وجهة نظر الناقد الرياضي الأستاذ حسام زايد، إيه الميداليات المتوقعة إن شاء الله ممكن تحصدها مصر خلال فترة الأيام القليلة القادمة دي؟ والله يا كابتن اسامه، يعني عندنا امل كبير في ربنا ان شاء الله انه يوفق لاعبينا، في اكتر من لاعب حاطين امل عليه، يعني زي في المصارعه، لسه المصارعه ما بداوش طبعا، زي محمد ابراهيم كيشو عندنا امل كبير فيه، وعندنا في تامر حمزه وكل ومحمد منيع طبعا، يعني كل الثمانيه بتوع المصارعه عندنا امل كبير فيهم ان هم يحققوا ميداليه او اثنين، وده هتبقى حاجه عظيمه. كمان لسه رمضان درويش في الجودو، كمان لسه السلاح، لسه علاء ابو القاسم مع هيلعب بكره في منافسات الفرق في السلاح، ففي اكتر من لاعب لسه هيلعب. كمان عندنا منتخب اليد عندنا امل كبير فيهم، ففي اكتر من مجموعه كمان، الكاراتيه جيانا فاروق والمجموعه اللي معاها لسه في، لا في منافسات لسه ما بداتش، الخماسي الحديث، فان شاء الله كلنا داعمين ليهم، وعندنا امل ان احنا زي ما قلت في البدايه ان احنا نعدي حاجز الخمس ميداليات. وبالمناسبه يعني انا متفق مع كلام حضرتك اللي كنت بتقوله قبل ما ادخل معاك على الهواء فيما يخص منتخب كره القدم. أيوة، يعني انا عايز اسالك بقى عن التوقع النهارده بكره، مباراه خلاص انت ما عندكش حل او بديل غير المكسب امام استراليا طبعا. شايف حظوظ منتخب الاولمبي بقياده الكابتن شاوي غريب ازاي؟ انا شايف الحظوظ موجوده بكل قوه طبعا. القصه ان احنا لما سافرنا من هنا كمنتخب اولمبي كان طبعا كل التوقعات ان احنا هنخسر من اسبانيا والارجنتين واحنا رايحين نكسب استراليا. فحصل ان احنا تعادلنا مع اسبانيا، كان ممكن تكسب الارجنتين لكن احنا ما صدقناش نفسنا، يعني مزبوط. انا بتكلم على الجهاز الفني، كان لازم الجهاز الفني يصدق نفسه ان هو ممكن يكسب الارجنتين ويغامر ويلعب على ان هو يكسب، شفنا مستوى الارجنتين. لكن انت دلوقتي خلاص جات لك المباراه اللي انت اصلا مسافر من مصر علشان تكسبها، دي المباراه الاساسيه والمباراه الرئيسيه اللي انت مسافر علشان تكسبها. انا وجهه نظري مفيش اي اعذار بكره للجهاز الفني، نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى ان شاء الله للاعبين ان ربنا يوفقهم بكره، مباراه مهمه جدا جدا علشان تعدي للدور الثاني، وده هيبقى خطوه في خطوات طبعا، يعني مش عايز اقول انجاز في كره القدم علشان طبعا الموضوع صعب، لكن يعني ناخد كل خطوه بخطوتها، فمهم انك تكسب بكره وتنتظر اسبانيا تكسب الارجنتين، وان شاء الله نعدي للدور الثاني باذن الله. ان شاء الله بنتمنى لكل اصحابنا واخواتنا وابنائنا في الاولمبياد بالتوفيق سواء العاب فرديه او جماعيه. بشكرك شكرا جزيلا.